بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، يعتمد آلاف اليمنيين في هذه الظروف على قطع الجوازات من أجل الذهاب لسواء استكمال عمليات التعليم أو كذلك العلاج والصحة أو حتى الخروج من اليمن بحثا عن العلم وعن العمل. هذا الجوازات أصبحت في هذه الأيام مصدر قلق ومعاناة للكثير للآلاف من اليمنيين في كثير من المحافظات. تابعنا وخلال السنوات الماضية كيف استطاعت وزارة الداخلية وعبر قطاع الهجرة والجوازات أن تنشئ هذا القطاع من الصفر وأن تجعل وتكون له إداراته الخاصة، والتي استطاعت عبر فروعها المختلفة في المحافظات المحررة أن تواكب الكثير من احتياجات المواطنين خلال الفترات الماضية. إلا أن استمرار التقطع أو الانقطاع في هذه الجوازات وعدم توفر الجوازات من قبل المعنيين يضاعف معاناة المواطنين من الحين إلى الآخر، بينما أيضا تدفق الكثير من اليمنيين إلى المحافظات القريبة أيضا يتسبب بزحام كبير يتطلب من خلاله بذل جهود أكبر لاستيعاب هذه الأعداد المتوافدة لقطع الجوازات، وكذلك لتسهيل الطرق والسبل التي تساعدهم على استكمال عمليات المعاملة في أسرع وقت ممكن. يعاني المواطنون كثيرا في كثير من المحافظات اليمنية في أثناء السفر ثم الانتظار ثم زحمة ثم الزحمات التي تقف أمام بوابات قطع الجوازات، إلى السماسرة الذين ينصبون في بعض الأحيان على المواطنين أو أيضا ينشئون أسواقا سوداء يتمكنون من خلالها من الإثراء مقابل تقديم الخدمات للمواطنين في قطاع أو في قطع جوازاتهم. اليوم مشاهدينا الأعزاء، في ظل المعاناة التي تسببت بها ميليشيات الانتقال مع سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن وتوقف عمل المركز هناك، تضاعف حال المواطنين في الحصول على الجوازات، بينما بقية المحافظات أو بقية المراكز تعمل بجهدها قدر المستطاع وتحاول قدر الاستطاعة أن تستقبل أكبر قدر ممكن من المواطنين. بين الحين والآخر مشاهدين الكرام يتعثر وجود الجوازات في المراكز، وهذا التعثر يتسبب أيضا بمعاناة المواطنين الباحثين عن قطع الجواز، ويقفون لساعات طويلة بل ربما لأيام كثيرة بانتظار تلك أو ظهور جوازهم أو الفرصة للحصول على الجواز. اليوم مشاهدين الأعزاء نبحث في ثنايا هذه المعاناة ونتساءل عن وزارة الداخلية ودورها في توفير الجوازات للمواطنين بكل سهولة ويسر، ونتساءل أيضا عن دور مراكز الهجرة والجوازات في تنظيم هذه العملية واستيعاب الأعداد المتدفقة ومنع السوق السوداء التي تنشأ، وكذلك السماسرة الذين يتحركون للالتفاف على الحقوق التي يجب أن ينالها المتقدمين أولا وليس من يحصل على وساطة، بالإضافة إلى معاناة المرضى والمسافرين. كل هذا سنسلط الضوء عليه اليوم ونتساءل عن الجوازات وأين هي ولماذا لا يتم توفيرها بالقدر المطلوب في كل المراكز المعلنة. الجوازات بين ضعف الإدارة ومعاناة المواطنين موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. هذا الموضوع سأناقشه مع ضيوف الأعزاء الذين سيكونون معي عبر الهاتف من المحافظات اليمنية المختلفة، لكن قبل أن أبدأ معهم سنتابع سويا هذا التقرير. الجوازات مصطلح بات مرادفا لمعنى المعاناة بعد أن بات حصول اليمني على جواز رحلة مملوءة بالمشقة وتوقعات العودة فارغ اليدين. تعود جذور المأساة إلى الانقلاب المشؤوم لميليشيا الحوثيين، مأساة تفاءل اليمنيون بالخلاص منها جزئيا مع عودة إصدار الجوازات في المناطق المحررة وفي طليعتها العاصمة المؤقتة، قبل أن تفاجئهم ميليشيا مناطقية لا تقل قبحا عن الميليشيا الطائفية. تمرد ميليشيا عدن
وكحال تأثيراته السلبية على مناحي الحياة المختلفة، ألقى بظلاله القاتمة على معاناة اليمنيين في سبيل الحصول على جواز، ليشهد يوم 29 من سبتمبر الماضي وقفة احتجاجية للمئات من جرحى الحرب وأصحاب الحالات المرضية المستعصية أمام إدارة الجوازات في عدن، مطالبين بحق الحصول على جواز وحق السفر. بعدها بأيام دعا رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء الركن محمد عبد القادر الرملي من لديهم معاملات معلقة لقطع جوازات في عدن إلى مراجعة فرع المصلحة لاستكمال الإجراءات، مع التأكيد على عدم استقبال فرع عدن لأي معاملات جديدة حتى عودة كافة مؤسسات الدولة. وبخصوص تعز، أكد الرملي حينها أن سبب تأخر وصول الدفاتر إليها كامن في عدم السماح بذلك في عدن، ووفقا لما اتضح بعد ذلك فإن ميليشيا الانتقالي عرقلت وصول 10,000 جواز مخصصة لتعز قبل أن تؤدي ضغوط واتصالات للسماح بإيصالها، لتعلن مصلحة الهجرة بتعز استئناف إصدار جوازات السفر بعد توقف دام شهرين، وهو إعلان سيتم تعليق العمل به بعد يومين فقط. أما السبب فلخصه منشور لمكتب جوازات تعز بالتأكيد على أنه بناء على توجيهات قيادة السلطة المحلية الأمنية والعسكرية ولدواع أمنية وحفاظا على الأرواح، بالإضافة إلى نفاد الكمية المصروفة لنا من الجوازات وعدم تزويدنا بالكميات اللازمة لتغطية العمل، تقرر تعليق العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر وحتى إشعار آخر. توقف المواطنين أمام معاناة الحصول على جواز كإحدى صور المعاناة الناتجة عن انقلاب الميليشيا في العاصمتين، يتوازى معه انتظار تحرك الشرعية لإنهاء هذه المعاناة بمختلف صورها، ابتداء بتوقف الإصدار في محافظات، مرورا بإشكاليات السماسرة والسوق السوداء في محافظات أخرى. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي من تعز مدير عام الجوازات بمحافظة تعز العقيد الدكتور منصور دحان. العقيد منصور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بأخي. أهلا بالعقيد منصور دحان، نتحدث عن الجوازات ومعاناة المواطنين فيها. طبعا في مصلحة الهجرة والجوازات أو الجوازات الخاصة بتعز تم تعليق إصدار الجوازات حتى إشعار آخر كما قال التقرير، وهناك الآلاف من المواطنين ينتظرون دورهم للحصول على هذه الوثيقة، ما المبرر؟ أخي المبرر، نحن تلقينا توجيهات من السلطة المحلية بضرورة إعادة التشغيل كونه قد طال انتظار المواطنين، وهناك من هم منتظرين داخل المحافظة طيلة الفترة الشهرين، وهناك جرحى وهناك مرضى لم يستطيعوا السفر إلى شبوة أو إلى مارب بسبب ظروفهم الصحية أو بسبب الطريق. نحن نظرا للمعاناة المواطن ونظرا للضغوطات التي وردت على السلطة المحلية اضطرينا انه نفتح ونستقبل، لكن الكمية وكنا موعودين بكمية اخرى ستصل لاحقا تعقيبا للعشر الالف هذه، من اجل انه نستطيع الانجاز الكثير، لكن تفاجأنا انه الاقبال كان فوق ما فوق المتوقع، خاصة ونحن في ظروف في فترة ليست فترة عمرة وليست فترة حج، وبالتالي الكمية الموجودة لدينا لم تغطي من هم داخل تعز، فما بالك بالنازلين أيضا من محافظات أخرى. نحن أعلننا من أجل أنه نستوعب الناس اللي داخل المدينة، أنه يعني الكمية هذه العشرة يلا تغطي اللي هم قدم داخل المدينة، لكن الناس ما زالت تجي، سنوقف في موقف محرج باعتبار الناس تتوافد، طالما الفرع اشتغل بتوافد، كانوا يأتون إلينا والفرع مغلق ونحن معلقين لوحة طويلة عريضة على المبنى إنه الفرع متوقف بسبب إنه توقف الفرع في عدن تأدى إلى توقف الفرع في تعز. لا نستطيع أن ننقل جوازات من عبر مطار عدن إلى تعز طالما فرع عدن مغلق.
عدم هذه الكمية التي وصلت بعد عرقلة، بعد أن تعرقلت أيضا لمدة 24 ساعة تقريبا تم احتجازها وتم الإفراج عنها بغوطات. هناك مخاوف من إيصال الكمية الأخرى، لدينا كمية متبقية كان الموعودين أنها تصل متتالية بحيث أنه نبدأ بالعشرة الألف وهذه ستصلنا ثاني يوم ثالث يوم، لكن بالتواصل مع القيادة هناك ما زال هناك مخاوف من الإرسال. إذن كيف نستقبل ونقبل رسوم بكميات كبيرة؟ إحنا لو استمرينا اليوم الخميس كان تجاوزنا العشرة الألف وما فوق، وبعدين يرجع يصيحوا الناس يقول لك كيف شلوا رسوم ما ادولناش جوازات، زي ما حصل في يناير وفبراير تراكمت في قاعدة البيانات ما يقارب من 20,000 معاملة. هذه أدت إلى سمسرة، أدت إلى ابتزاز، هناك من يستغلون ضعفاء النفوس، من يستغلون المواطن ويبتزونه، والمواطن هو من يساعدهم على ذلك. لا نبرر المواطن، المواطن هو شريك أساسي في هذه المواضيع باعتباره أنه يأتي إلى الفرع وتقنع الفرع مغلق يا أخي روح أي فرع ثاني، روح أي مكان، وخرج إلى الشارع لقاله سمسري في الشارع يقول له هات لي الصور وهات لي كذا وأنا أمشي بيمشوا من تحت لا تحت، وبالأخير يتضح أنه ضحية نصاب يجي يشوف عندنا البيانات ما فيش له أي بيانات. المواطن يستغلوه بعض ضعفاء النفوس وهو من يتيح لنفسه هذا المجال، تقول له يا أخي أنت قد جيت لعندنا وسئلتنا وقلنا لك ما فيش، كيف تصدق تكذبنا نحن وتصدق واحد سمسري في الشارع يقول لك والله ضحكوا علي أنا ما انتبهت، واحد كذب علي قال لي إنه في الجوازات، أنا موظف الجوازات، ما ذنب الموظفي الجوازات إذا كان المواطن نفسه هو من يساعد على ابتزازه؟ طيب دكتور منصور، يعني المشكلة في عدم توفر الأعداد الكافية من الجوازات، هذا هو السبب الرئيسي؟ أخي العزيز لو رأيت الصور، نحن نزلنا صور، لو لم نشهد هذا الإقبال منذ تأسيس الفرع وأيضا منذ تأسيس المصلحة في المركز الرئيسي زمان أيام قبل الأحداث، الفرع لم يعني نرى هذا الكم المهول من الناس، حتى أنه كسروا بعض الحواجز بعض الأبواب، كسروا مكاتب بسبب تدافعهم، ليس يعني برضاهم بتدافعهم، حتى أنه كسروين ما يلتزموش بالنظام، لا لو ترتبوا لو تنظموا ما يحصل هذا اللي يحصل، لكن تجمعاتهم بشكل مخيف أدى إلى مخاوف أمنية أنه يقضي ويجي ويأتي بعض المندسين يضع عبوة ناسفة يضع شيء وتحصل كارثة لا يحمد عقباها. نحن الآن دم زميلنا لم يقف، كان من المفترض ألا يتجمعوا بهذا الشكل إن توفر لديهم الجوازات وخرجت المعاملة بسهولة ويسر، تأخر المعاملة. عزيز أن إحنا خلال يوم أو يومين كنا نقول إنه اليوم الثاني ستخف، لكن نتفاجأ إنه اليوم الثاني بتجي أكثر وأكثر، واليوم الثالث بتكون أضعاف مضاعفة، وليس لدينا الرصيد المخزني الذي يؤمنك تعمل وأنت في جو مستقر مطمئن أنه المخزن لدي رصيد كافي تستوعب كل الناس، أشتغل فترتين أعمل لجنة تسجيل وأنقل من يعني أرتب مبنى آخر وأبدأ أعمل لجنة استقبال وتسجيل وترقيم الشخص بنفسه بحيث أننا نبحث أوراقه ويأتي الشخص بنفسه، لا نريد عبر سماسرة وعبر وسطاء، بحيث أنه نعطيك موعد محدد تأتي بنفسك، ونرجو أو نتمنى من المواطنين أن يستوعبوا هذا، المواطن نفسه لا يأتي له معه 4-5 مرافقين. طيب المسؤولية المسؤولية على ثقافة قديمة دكتور منصور، المسؤولية في توفير الأعداد المطلوبة، المسؤولية في توفير الأعداد المطلوبة على وزارة الداخلية، هي من قصرت في توفير هذه الأعداد؟ هذا شيء لا ننكر منه، في تقصير كبير بعدم توفير، وسبب الابتزاز واللي يحصل للمواطن هو بسبب انه يشوف انه في جوازات قليله هو شيء سابق على اساس يحصل على الجوازات، لانه في وضع لانه يعلم انه ما فيش كميه متوفره كبيره، لكن لو توفرت هذه الدفاتر بشكل كبير كما كان في السابق 2018 احنا اشتغلنا في جو امن وفي جو مستقر باعتبار انه كانت متوفره وما كانش المواطن يشعر انه في ازمه جوازات. دالحين في ناس والله في الشارع، في اصحاب موتورات، في اصحاب حارات يشيق على جوازات، تقول له ليش يا اخي ما تسافر ولا شيء؟ قال بس في ازمه يمكن احتاج له يوم وانا ما عاد فيش جوازات. طيب لماذا وزاره الداخليه توفر الاعداد بالقطاره؟ لماذا لا توفر الاعداد الكافيه لكل مركز على حسب التدفق؟
المفروض من المفترض انه الحكومه تعمل تقديراتها وتوصل الجوازات الى هذه المراكز بحسب عدد المتقدمين، لانه فرع تعز وفرع عدن غير بقيه الفروع. هذه ايضا اغلاق فرع عدن المفروض انه يتم اعاده تشغيله، باعتبار انه اغلاق فرع عدن سبب مضاعفه لنا. بالفتره السابقه كان فرع عدن شغال، كانت الزحمه اللي عندنا ما تصلش بالشكل هذا. الان حين انغلق فرع عدن في هناك اقبال كثير، معانا ايضا جرحى من الساحل الغربي، معانا جرحى من المحافظه الجنوبيه، احنا اكثرهم بعضات توصل لعندنا، هذا سبب لنا ازمه ايضا اكثر. ولو تم تفعيل فرع عدن ستخف الضغط على تعز بشكل كبير. يعني احداث عدن الاخيره اثرت كثيرا على اداء عمل الجوازات، سواء من حيث القدره على نقل الجوازات الجديده او ايضا توقف المركز هناك. بالضبط، هذا شيء المفروغ منه. طيب ما في حل لهاتين النقطتين؟ ما في حل لدى وزارة الداخلية لهاتين النقطتين؟ أعتقد أنه هذا السؤال توجهه لقيادة الوزارة ولوكلاء الوزارة. بمعنى آخر، يعني هل من المنطقي أن يعاود فتح مركز إصدار الجوازات في عدن، وعدن تحت سيطرة ميليشيات تسمي نفسها بمسمى غير الجمهورية اليمنية؟ أخي المواطن، بالنسبة أخي العزيز، بالنسبة للمواطن ليس له دم. المواطن هو يريد جواز، والموظفين اللي عاملين في فرع عدن هم موظفي جوازات، موظفي الفرع من زمان، ليسوا. إذا الانتقال يفرض موظفين هنا ممكن توقف عليهم الخدمة، لكن طالما هو الطاقم حقنا هو نفس الطاقم اللي يعمل، ما في شيء مشكلة. الوثائق تبحث في المركز الرئيسي، في ما في شيء مشكلة، طالما الوثائق تروح من عدن للمركز الرئيسي، إذا في قيادات من اليوم مطلوبين أمنيا أو شيء من هذا القبيل فيتم توقيفهم، أو إذا تم تغيير الموظفين أو طاقم فرع عدن بشكل كامل هنا أنت توقف عليهم تماما. لكن طالما هم نفس القيادات اللي هم متابعين للشرعية، هم اللي يعملوا في فرع عدن، إذا ما في مشكلة، المواطن ليس له دم. طيب يعني إذا كانت وزارة الداخلية ليست قادرة على نقل الكمية المطلوبة من الجوازات من عدن إلى تعز، وشاهدنا كيف أن نقاط تابعة لما يسمى بالحزام الأمني احتجزت 10,000 جواز تقريبا. يعني هذا التخوف ما يعني معقول وشيء طبيعي، لكن أنا أعتقد أنه إذا في ضغط من الحكومة على مسؤول التحالف أو اللي هو يدير التحالف في عدن أنه هذه الجوازات نحن نريد إيصالها لفرع تعز، أو ما أعتقد أنه بيحصل مشكلة، طالما هم نسقوا مع التحالف بيتم إيصالها. طيب لدينا ازدحام شديد في الجوازات في تعز، وهناك ازدحام شديد أيضا في جوازات مارب، وهناك ازدحام أيضا شديد في جوازات شبوة. يعني بالأخير كل هذه الأماكن مزدحمة، يعني هل هناك حلول يعني لتخفيف هذا الازدحام؟ طبعا هذه الازدحامات في هذه الفروع هي نتيجة لتأخر الوصول الجوازات، هو حصل تراكمات من يناير حتى يوليو نتيجة تأخير الشركة في إيصال في الإيفاء بوعدها والتزاماتها بإيصال الجوازات، حصل تراكمات وحصل إقبال شديد من قبل المواطنين من تخوفهم أنه يمكن أنه ما يقطعوش جوازات، يمكن أنه تتأخر الجوازات مرة أخرى، وبالتالي أصبح في قلق وأصبح تهافت الناس على قطع الجواز أكثر مما كان في السابق، باعتبارهم قلقين يعني من توقفها أو ندرتها. طيب سعر الجواز سعادة العقيد دكتور منصور، سعر الجواز تقريبا 6,000 ريال. أخي العزيز أنا أؤكد لك، إحنا معلقين تنبيهات، معلقين كذا، أخي المواطن عليك الحضور بنفسك، عليك القدوم إلى الإدارة بنفسك، لا تستعين بأي وسطاء، لا تتعامل مع أي أشخاص، ومع ذلك المواطن لا يروق له إلا أنه يستعين بأشخاص. طيب المواطن لأنه يستعين بأشخاص لأنهم ينجحون في توفير له جواز السفر في أسرع وقت ممكن. لا لا لا، ليس هذا كذب لا نقبله، موظفي الجوازات لا نقبل هذا الكلام، غير صحيح يا العزيز. لو أتيت أنت بنفسك، لو أتيت بنفسك وشفت بنفسك كيف نتعامل مع المواطن، لو وجدت أن المواطن هو سبب كل اللي يحصل له، يأتي إليك وتقول له يا أخي هذا تقدم معاملتك بنفسك ولا تستعين بأحد، يقول لك يا أخي هذا أخي قريبي، والأخير تتضح أنه لا أخو ولا قريبه، يكذب على نفسه.
بالاخير يخرج يبتزه، لما يبتزه يرجع يشتكي عندنا. وكم ناس من هذا القبيل لو اتيت لعندنا لو وريناك محاضر التحقيقات بالهبل موثقه، اشياء موثقه، يضحك على نفسه من نفسه المواطن، من يسعى الى تسليم رقبته للاخرين. اخي انا اذكر لك على سبيل المثال واحد شخص موظف في التربيه يمكن يسمعنا الان، استاذ ومدرس، نعم، ياتي في شهر 3 ايام الازمه متوقفه، ياتي الينا عن طريق قريبه واحد مدراء الادارات، يقول له يا اخي ما فيش جوازات هذه الايام ازمه، يقول له اللي في، قال له ما فيش، انت تشرح لعند واحد ينصب عليك وترجع تبكي. فعلا ما صدقش، راح حصل له واحد لا هو منتمي للجوازات ولا هو موظف الجوازات، صاحب مكتب سمسري، ادى له الفلوس، يقول له ادي 80,000 ونقطع لك، ادى له ولا عمل له اي شيء، تمام، لا لما فتحنا بشيء بيوليو وقال تعلم عن اسمه ما فيش اي، ما فيش له اي بيانات. نقول بعدين قاعد كثير رجع لعند قريبه يقول له انا وقعت ضحيه نصب، قال له منو اللي نصب عليه؟ قال له زميلي بالتربيه. طيب كيف تفعل به؟ تفعل به هذا الناس؟ هذا قال عند قريبه وقال له لا يكذبوش عليك، بين صبوا عليك وانت، قال انا كنت مضطر، تحت الاضطرار يسرح انه يدي فلوس للناس، على الاقل يا اخي اللي معه عقل قل له هات الجواز وبعدين انا بجيب لك. طيب الجوازات هي جزء من وزارة الداخلية، الجوازات هي جزء من وزارة الداخلية، ما دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في تعز في ضبط هؤلاء الذين ينصبون على الناس بالتعاون بينكم وبين المواطنين وبين الأجهزة الأمنية؟ أخي العزيز، الآن أنت تجد نحن نعيش في وضع غير الوضع الطبيعي، وضع استثنائي، من ينصب من ينصب من، قد القتيل يقتل ويمر ما أحد يمسكه. إيش؟ طيب أرجو أن تبقى معي دكتور منصور، اسمح لي أن أشارك في هذا الحوار أحد الناشطين المجتمعيين الأستاذ أو الصحفي أحمد الباشا. أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. مرحبا أحمد. فيما يتعلق بمعاناة المواطنين، أنت معنا الآن من تعز، فيما يتعلق بمعاناة المواطنين في استخراج والحصول على جواز السفر، كيف يمكن توصيفها؟ المعاناة كبيرة بالنسبة للحصول على الجوازات. أولا هناك معاناة في الطوابير الكبيرة التي كانت في داخل مصلحة الجوازات، وكذلك معاناة في الطريق التي قطعها السكان والتي كانت يعني تستمر في بعض الأحيان ل 12 ساعة للحضور إلى مدينة تعز بطرق وعرة وجبلية للوصول إلى مدينة تعز. المعاناة كبيرة. نعم، هناك الكثير من الكتابات التي تستخدم عليها من أجل التنقل والسفر بها. هناك معاناة كبيرة للمواطنين للحصول على هذه الجوازات، تتحمل فيها الحكومة الشرعية عدم توفير الجوازات الكافية لقطعها، وكذلك الكثير من الفروع و للمصالح حتى تسهل على الناس الحصول على الجوازات وإنهاء معاناتهم. في تعز المعاناة أصبحت كبيرة بعد فتح الجوازات، لإعلان فتح الجوازات ليومين، والناس توفدوا بالآلاف إلى مدينة تعز، ولكن انصدموا بإغلاق الإغلاق لمصلحة الجوازات أبوابها أمامهم بعد أن قطعوا المسافات الكبيرة وتكلفوا عناء السفر التعب وأمالا حتى الوصول إلى مدينة تعز، غير تكاليف الفنادق، غير المصاريف اليومية، وانصدموا بالقرار المكشف الذي تم فيه إغلاق. نعم أحمد الباشا، يبدو أن الصوت يأتي ويذهب، هناك ربما مشكلة في الصوت لا تمكننا من الاستماع إلى كل ما تذكره وتقوله. أحمد الباشا الناشط المجتمعي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك أحمد، ونعتذر لك بسبب رداءة الصوت. أعود إلى العقيد الدكتور منصور. أخي العزيز، الآن من يتألمون على المواطن الآن ويفكرون بالمواطن، نحن نتألم أكثر منهم ألف مرة، لأننا نحن نعاني على الواقع، نشوف الشخص، نشوف المرضى، نشوف بأعيننا، لكن ما بأيدينا لكي ننقذه، ما بأيدينا. نحن نقول الآن ممكن نعمل بسبب الإقبال أو بسبب التدافع عن الناس بهذا الشكل،
إذا استمرينا مثلا 3-4 أيام أدري لو قعدت البيانات 20,000. طيب متى بتصل الجوازات اللي سيتم إسعافنا بها؟ وبعدين شيقي يبقى المواطن كيف استلمتم مني ومعاكم شهادة فاتر؟ إذا أعطيته مواعيد وأعطيته مواعيد طائلة راحوا هناك يبتزوه يقول له أنا أستعجل لك ونحن نفتح ثغرة زي ما حصلت في يناير وفبراير. نحن لا نريد أن نكرر ما حصل في يناير وفبراير. نحن الآن نستوعب حسب ما لدينا من الإمكانيات. استوعبنا الآن 3,000 لما أعلننا استئناف العمل، استوعبنا في يومين حوالي 3,000، ما يقارب من 3,000. طيب في معاك جرحى، في معاك مرضى، في معاك حالات اضطرارية. إذا استمرينا الآن لو كنا استمرنا إلى الخميس فوتو نفذت الكمية ولن يبقى لا المريض ولا الجريح ولا شيء من هذا القبيل. إذا نحن بحاجة إلى تزويدنا بكميات كافية حتى نحن نستوعب الناس كلهم. ثانيا إذا توفرت لنا إذا وفروا لنا الكميات الكافية للاستقبال نحن سنعمل على تشتيت هذا الزحام وسنعمل فترتين وسيتم العمل. رتبنا نظام آلي للاستقبال والترقيم بحيث أنه يأتي المواطن بنفسه. كلنا عن هذا الترتيب الذي كلنا عن هذا الترتيب الذي كلنا عن هذا الترتيب الذي يعني يمكن أن يشتت هذا الزحام ويوفر له الخدمة بأقل سهولة وأسرع وقت. أيوة وأسرع وقت. نحن الآن هناك من ينزل إلى مأرب ويجلس يطوبر بسبب الزحام، يطوبر أسبوعين على أساس يصل الاستمارة. نتيجة ويظل هناك في فنادق وبتكاليف باهظة. بل حين الآن من يقولون على المواطن وصلوا لتعز لهم يومين أو 3 أيام يعتبر انتظر أسبوعين كأنك وصلت الاستمارة عادك في مارب في ظل الغلاء اللي الحاصل باعتبار المنطقة والأجواء المنطقة. فما في تعز. نحن الآن نتألم للمواطن أشد الألم ويعلم الله بذلك، لكن نريد من المواطن أن يكون إيجابي ولو مرة في حياته. المواطن يجب عليه أنه يكون قدوة للالتزام. ندعي المواطن نقول نحن إذا زودونا بكمية حسب الوعد الآن أنه أوعدونا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم إذا زودونا بكمية كافية سيتم لدينا النظام منزل في الأجهزة. سنعمل في مبنى آخر لجنة للاستقبال أو لجنتين نساء ورجال وسنبدأ نستقبل ونرقم نظام عالي على أساس لا يخترق هذا النظام بحيث أنه تعطي رقم وتجي تقرأ عبر شفا عندما يأتي موعده أن أعطيك موعد وتاريخ معين أنت تأتي إلى موعدك بنفس الوقت والتاريخ لا تتجاوزه. لكن ستجد هناك من يأتي ومن يتوسط بالناس وسيعملوا ربكة لأنه المواطن نفسه غير مقتنع بنفسه أنه يمكن أنه يحصل على الوثيقة هذه بدون ما يستعين بحد. سيتم يعطى أرقام محددة لأشخاص من رقم 1 مثلا إلى رقم 1000 هذا يوم كذا وهذا يوم اليوم التي تليه بحيث انه التزم يا اخي وجيب موعدك لا تحتاج لاي شخص يجي معك نحن خدم لك وبالتالي احترمنا واحترم نفسك وامشي بالنظام لا تستعين باي مخلوق. اما انك تروح تستعين لي باشخاص يبتزوك وبعدين ترجع تقول الجواز كلفني كذا فنحن لسنا مسؤولين عن سخافات المواطنين او عن تصرفاتهم اللا مسؤوله. طبعا الخطاب الشعبي يجب أن يتوجه إلى وزارة الداخلية وخصوصا أيضا مصلحة الهجرة والجوازات لتوفير الكميات المناسبة وحتى الفائضة عن الحاجة. يعني ما المشكلة أن يتم توفير لدينا 3 سنوات أو سنتين منذ أن طلقت هذه المنشأة ولماذا لا يتم التوفير بكميات ربما حتى أكثر من الاحتياج؟ يعني ما المانع؟ طيب دكتور منصور العقيد دكتور منصور دحان مدير عام الجوازات بمحافظة تعز كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر وشكرا أيضا للجهود التي تبذلونها. مشاهدينا الكرام سنخرج إلى فاصل قصير نعود من ثم ونبحث أيضا مع الجهات والمعنية وكذلك مع المواطنين عن معاناتهم وكيف يمكن الضغط على الداخلية اليمنية وأهل الاختصاص في هذا الجانب بالهجرة والجوازات في توفير جوازات المواطنين بالكميات المطلوبة في المحافظات التي توجد فيها مكاتب لتوفيرها للمواطنين بسهولة ويسر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا حول الجوازات و
ضعف الإدارة وتوفير الكميات المطلوبة منها ومعاناة المواطنين نتيجة لهذا التقطع وهذا أيضا العوز في الكميات المطلوبة من الجوازات اللازمة لازم توفيرها للمواطنين. وأستكمل الحوار حول هذا الموضوع مع ضيفي من مارب الصحفي والناشط الحقوقي أكرم القدمي. أكرم أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا أكرم. نتابع وتابعنا الجهود أولا التي تبذلها يعني قطاعات الهجرة والجوازات قطاعات الجوازات في المحافظات اليمنية والإقبال أيضا الكبير من قبل المواطنين عليها. أمام هذا الإقبال وأمام أيضا قلة وضعف الكميات المطلوبة قلة الكميات المطلوب توفرها لكل فرع من فروع الجوازات واحتشاد المواطنين بشكل كبير ضاعف معاناة المواطنين وأخر أيضا وصول الجوازات لهم وفتح مجالا أيضا لعمليات شبيهة بالسمسرة وغيرها. من خلال متابعتك وأيضا يعني لقاءاتك مع من تعرف ما هي معاناة المواطنين في هذا الخصوص؟ أشكركم أولا على هذا التواصل وأحب أن أحدث نقاط. النقطة الأولى وهي أن الحكومة الشرعية وجهت منذ وقت مبكر بمحاولات إجراءات فعلية تنفيذية للحد من هذا الاختناق والحاصل في جميع فروع مصلحة الهجرة والجوازات في عدة محافظات. وجهت الحكومة بطباعة أكثر من 10 مليون دفتر بالجوازات ووجهت بتشكيل لجان متعددة وعمل متواصل على مدار الساعة لكي يتم التخفيض أو التقليل من المعاناة التي يعانيها المواطنين. هناك أيضا حالة نستطيع أن نسميها ثوران مجتمعي، الجميع يندفع بسرعة للحصول على جواز السفر، أثر ذلك على الحالات الإنسانية، على الحالات المرضية، على الحالات الطارئة للطلبة المغادرين الذين تستلزم الظروف مغادرتهم البلد. الإشكالية أخي الكريم حدثت مؤخرا عند ما حدثت أو عندما استجدت أحداث سياسية وحدث انقلاب في محافظة عدن أدى ذلك إلى تعطيل عمل فرع الجوازات بالمحافظة. أيضا إشكالية وصول دفاتر الجوازات إلى محافظة تعز وانقطاعها عن طريق الحصار والخطوط المتقطعة جعل ذلك جميع المواطنين يتكدسون في محافظة مأرب للحصول على جواز السفر. أيضا لم تعطى الفروع التي هي متواجدة حاليا في المهرة أو في شبوة المساحة الكافية أو التجهيزات الكاملة لكي تقوم بعمل مضاعف شبيه بما يحدث في مأرب. هذه الضغوط الكبيرة جعلت من المواطن يعاني معاناة شاقة وصعبة للحصول على الجوازات أو على هذا الاستحقاق القانوني. لكن أخي الكريم ثمة إجراءات ينبغي أن تتخذها المصلحة وفرع الجوازات في مأرب، ينبغي عليهم سرعة أولا فتح أو التنسيق مع مكاتب خارجية لاستقبال بيانات المواطنين ووثائقهم المطلوبة القانونية للحصول على هذه الوثيقة. وجود هذه المكاتب ستسهل كثيرا من تخفيف وتخفيض الاحتقانات والتكدسات البشرية الهائلة الممتدة على قارعة الطريق والتي أدت إلى إشكالات كبيرة و خلق صورة ذهنية لدى المتابع أو حتى لدى المواطن عن عدم إمكانية هذه الوحدة من تقديم خدماتها بشكل أمثل. وجود هذه المكاتب سيساعد كثيرا على تنظيم عملية سير وترتيب مواعيد استلام هذه الجوازات. الأمر الآخر أيضا ينبغي كذلك أن تفتح فروع إضافية عاجلة وطارئة للحالات الإنسانية، فرع خاص بالمرضى، فرع خاص بالطلبة ويكون مخصص لهذه الأغراض، أيضا فرع خاص بالنساء حتى أيضا تكون هناك أولوية للحالات الإنسانية الطارئة التي تستدعي ذلك. أخي الكريم هناك أيضا إشكاليات كثيرة تتمثل في وجود أو تحول الكثير من الموظفين داخل هذه المؤسسات وأيضا المواطنين إلى الاسترزاق من خلال استغلال معاناة الناس. السبب يعود في البدء إلى
الجهة المعنية التي لم توفر بدائل كافية لكي توقف ذلك الاستنزاف أو العبث الحاصل، لأنها إذا لم توفر البديل سيضطر جميع المواطنين المستعجلين والتي لديهم حالات طارئة لكي يدفعوا أكثر للحصول على هذه الوثيقة الهامة. أنت أشرت في بداية حديثك إلى أن الحكومة وجهت بطباعة 10 مليون دفتر جواز، يعني الآن مثلا ما تحدث عنه العقيد الدكتور منصور دحان مدير عام الجوازات بتعز أنهم يعني بحاجة إلى أعداد من الجوازات عاجلة، وتوقف عمل المركز بسبب عدم توفر هذه الأعداد وهذه الأرقام المطلوبة من الجوازات، وبالتالي يعني هل طبعت، يعني الحكومة وجهت بعشرة مليون جواز لكن هل طبعتها؟ هذا ما لا ندري عنه، لأن الوصول وصول الجوازات بالقطارة بهذا الشكل لكل مركز يضع علامة تعجب واستفسار حول هذا الموضوع. أؤكد لك أولا بأن هناك كمية كبيرة كانت محتجزة لدى الانتقالي في عدن ومنعت من الوصول إلى محافظة تعز، وصل جزء منها بناء على وساطة قامت بين أطراف حكومية وأيضا مع الجهات الأمنية هناك. لكن أخي الكريم لا يمكن أيضا أن تطبع هذه الكمية دفعة واحدة، وليست الإشكالية أصلا متمثلة في توفير الكميات كاملة، وإنما في الإجراءات المتبعة لتحصيل المواطنين على هذا الاستحقاق. لا بالعكس، عفوا أستاذ أكرم، العقيد دكتور منصور دحان هو وهو معنا كان قبل قليل مدير عام الجوازات بتعز، يقول أن مشكلتهم أن ليس لديهم الدفاتر الكافية ليقوموا بعملهم. إذا رأيت بعينك لمشهد التجمهر الكبير الفظيع المزعج أمام بوابات الجوازات فتدرك بأن هذه الجمهرة لا تتمثل في عدم وجود دفاتر. أخي الكريم إذا كان المواطن لديه معلومة أو تاريخ أو توقيت محدد لاستلام جواز سفره بعد شهر أو بعد شهرين، وهناك آلية أو نظام إلكتروني تصل إليه رسالة SMS أو عن طريق اتصال مباشر بالهاتف بأن جوازك تأخر لسبب عدم وجود توفر هذه الدفاتر فلا داعي لحضورك، تعال بعد أسبوعين، تعال بعد شهر. هذه الآليات المنظمة للعمل إيقاف التكدس العشوائي المزعج الذي يتسبب في موضوع السرقات، في موضوع استغلال وابتزاز الناس، إذا كان هناك نظام فاعل يصل للمواطن تصل إليه المعلومة ولديه رقم محدد ولديه متابعة مستمرة. وأكد لك بأن الاختناقات الحاصلة وأن حتى التعجل الكبير من لدى المواطن الذي ليست لديه ارتباطات مباشرة بالسفر للخارج فتحد كثيرا من مسألة إلحاحه أو وقوفه في الطوابير أو قطعه للطريق أو وصوله أيضا إلى مرحلة البحث عن شخص معين أو مسترزق يقوم بمنحه هذه الوثيقة. صدقني إذا كانت هناك فعلا آليات تنظيم وتواصل تفاعلية مع المواطن يدرك من خلالها بأنه سيصل لهذا الاستحقاق سيأخذ وثيقته للسفر في الوقت المناسب دون أن تكون هناك محاباة و تقديم مجاملات لفلان لمن يدفع أكثر أو لمن يصل أولا أو لمن لديه وساطات أو محسوبيات، فسيكون هو أكثر انضباطا وسينتظر ليس شهر واحد فقط، ربما ينتظر شهرين، لكن سيكون على ثقة بأن إدارة الجوازات أو فرع الجوازات سيتواصل معه، سيعطيه رسالة، سيؤكد له بأن معلوماته مكتملة، بأن جوازه سيطبع أو طبع، بأنه يأخذ الرقم التسلسلي التالي في حصوله على هذه الوثيقة. الإشكالية فقط إجرائية في التنظيم. حتى ما يحدث حاليا في الشوارع وفي التكدسات تقوم هذه الإدارات بتنظيم عشوائي ويؤسفني أن أقول همجي، يتعاملون مع البشر الذين أيضا هم ليست لديهم رؤى واضحة ووعي كبير في مسألة الانتظام للوصول إلى شباك أخذ المعلومات أو تقديم المعاملة، يتم التصرف معهم بهذه الآلية. اليوم شهدت منذ الصباح الباكر بعد الفجر طوابير ممتدة على أسوار محافظة جوازات مأرب. لماذا هذا الإسفاف؟ لا بد أن تكون هناك آلية إلكترونية منظمة، إن لم تكن هناك برامج أو هناك برضو يعني تهرب من وضع آلية تواصل مع المجتمع، تعطى أرقام هواتف ثابتة يا أخي، تعطى كروت ورقية مثبتة يأخذ كل شخص رقم تسلسلي وتاريخ معين ورحل هذه المواعيد الخاصة بتسليم الجوازات، لكن ستخفف من العشوائية والشكل الغير مقبول الذي يسيء للمحافظة.
بمعنى آخر لا يحضر إلى الجوازات إلا من حان موعد حضوره ويعني يأتي بأوراقه ليقدمها، ثم ينتظر بعد ذلك الفترة المطلوبة ليصل إليه جوازه عبر رسالة يتم إرسالها SMS كما أشرت أو غيرها. أستاذ أكرم القدمي الصحفي والناشط الحقوقي، اسمح لي مداخلة سريعة إن أمكن. أيضا بإمكاننا أن نستحدث مراكز فعليا تستقبل المعلومات. لا أيوة، كنت قد أثرت هذه النقطة، مراكز تستحدث لاستقبال المواطنين. ألا ترى بأن هذه المراكز إذا تم استحداثها فعلا يكون فيها رسوم وأيضا أموال أيضا تستقطع من المواطن، وخصوصا أن هذه المراكز لن تكون تابعة للهجرة والجوازات؟ لا بأس، أكيد بكل تأكيد لا بأس إذا كانت هذه المراكز ستهتم بأمر المواطن وتتابع إجراءات حصوله على هذه الوثيقة. إذا كانت هذه المراكز أيضا ستدعم بخبراء من وحدات أمنية كي تدقق في المعلومات وتخفف على هذه المصلحة آليات استكمال ملفات المواطنين المتقدمين للحصول على هذه الوثائق. فكرة فعلا تدرس من قبل المعنيين، وربما أيضا تكون لها دور في التخفيف عن هذا الزحام الشديد الذي يتم أمام مراكز قطع الجوازات. الصحفي أكرم القدمي الناشط الحقوقي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك أكرم. شكرا جزيلا لضيفي أكرم. وسيكون الآن معي حسين الخولاني رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة، لكن قبل أن نأخذه الآن على الهواء نشير هنا إلى أن عمليات تنظيم هذه العمليات استقبال المواطنين، إعطائهم المواعيد، كذلك حجز المعاملة وإعطائها فترة معينة ثم إبلاغهم، أصبحت في زمن التكنولوجيا والبرامج والتطبيقات سهلة جدا، وعلى الجهات المعنية أن تستفيد من المبرمجين ومن أيضا الإنترنت ومن أيضا يعني الاتصالات السلكية واللاسلكية لترتيب هذا الأمر وتخفيف عن الضغط الذي يحدث أمامه. إذن معي الآن حسين الخولاني رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة. أستاذ حسين أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. مرحبا، كونكم في الاتحاد اليمني للسياحة تشرفون على عمل الوكالات التي تستقبل ويعني جوازات الذين الذاهبين إلى العمرة أو الذاهبين إلى السفر للتعليم أو للمرأة يعني العلاج وغيره، ما المعاناة التي تعانيها هذه الوكالات في مسألة قطع الجوازات والحصول عليها وتوفيرها أيضا للمواطن؟ بداية أشكركم في قناة سهيل تسليط الضوء على هذه القضية المجتمعية الهامة، ومن خلالكم أحيي المشاهدين والمشاهدات وأقول أن هذه القضية أعتقد مر عليها عام كامل ونحن والمواطنين يعانون معاناة شديدة، وأنا أشرف على أكثر من 280 وكالة تستقبل الحجاج والمعتمرين، وهناك أيضا مكاتب الخدمة تستقبل حوالي 20 مكتب يستقبل الفيز والمسافرين لأغراض مختلفة إلى أكثر من دول العالم. يعني حقيقة لاحظنا خلال العام الماضي فشل ذريع لم يكن يتصور، يعني من مؤسسة الهجرة والجوازات ومن خلال المعاناة التي عاناها المعتمرين العام الماضي والحجاج والمسافرين، وكنا نطلع على القنوات ونناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومع ذلك حصلت إشكالات كثيرة العام الماضي وعادوا المواطنين من المنفذ بالآلاف بسبب إشكالات في رفض حكومة الشرعية للجوازات التي تقطع من صنعاء وغيرها، ولم تتوفر في المحافظات التي المحررة، مما سبب إشكالات كثيرة لكثير من المواطنين وخسارة كثيرة. هذا أمر يعني كان يسند إلى موضوع أنه يعني يعاد إلى موضوع أنه لم تقطع جوازات كافية. تدخل الأخ وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية وتواصل مع اللواء محمد الرملي رئيس الهجرة والجوازات، والحقيقة كان يوعدنا مرة تلو أخرى وحصلت تأخرت كثير من الطلبات بعشرات الآلاف من المواطنين، وخاصة في شهر يناير وفبراير.
يناير ويناير وفبراير نعم، وحصلت تراكمات كثيرة مما سبب الكثير من المعتمرين عدم قدرتهم على أداء العمرة، والمسافرين والجرحى وغيرهم. كذلك في موسم الحج تكررت نفس المشكلة، ووعد اللواء محمد الرملي أنه سيتم توفير 200,000 جواز، ومع ذلك بدينا ننتظر في سواء في مكتب عدن والذي استمرت فيه المشكلة إلى نهاية الموسم، وعانوا الناس فيه معاناة كثيرة. تعاون معنا الأخ منصور، الدكتور منصور مدير جوازات تعز، فترة شهر واحد ثم اشتكوا أنه لا توجد عندهم أي جوازات متوفرة. أنا من خلالكم أشكر الأخ مدير جوازات المكلة الذي كان لديه رصيد من الأعوام السابقة واستطاع أن يغطي العجز وتعاون معنا بصورة جيدة، ثم في نهاية الموسم أيضا الأخ مدير جوازات سيئون. وكذلك في مأرب كان في مشكلة كبيرة لمدة شهرين، ثم حصل عدد من يعني حصل تعاون كبير. لكن الحقيقة أن هذه القضية أنا أشكركم على تسليط الضوء عليها، وأنا لست مع ما قاله الأخ الدكتور منصور أن المواطنين يحمل المواطنين. المواطن لا يخسر قيمة الجواز الذي 5,000 أو 7,000. المواطن يأتي إلى المدينة من الأرياف ومن محافظات أخرى ويسكن في الفنادق كما قال الأخ الناشط الصحفي أحمد الباجة، يصرف على الفنادق ويصرف على المطاعم ويصرف من أجل ينتظر جواز، وتخيل أنه يبقى أيام عديدة في هذه المحافظة، فهو ينفق مئات الآلاف ليس لقيمة الجواز ولا من أجل السماسرة. وأنا أناشد الأخ منصور أنه يفترض أن يضبط العملية، هناك في سمسرة وهناك في يعني لا يمكن السمسري من الشارع أن يأخذ جوازات دون أن يكون لديه آمال من بعض الموظفين ضعفاء النفوس. وأنا من هنا يعني ومن خلال قناتكم أناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل في هذه القضية، أصبحت قضية مشينة على شرعية، أصبحت قضية يعني فشل ذريع أنه لا يجد المواطن دفتر جواز لكي يسافر سواء لأداء العمرة أو أداء الحج أو للعلاج أو للعمل. هي قضية حقيقة يعني مؤرقة وتظهر وصمة فشل ذريع على حكومة الشرعية. القضية وما فيها توفير دفاتر بالكميات المطلوبة، ما الصعوبة في ذلك؟ يعني رئيس قسم الهجرة والجوازات وزارة الداخلية، لماذا هذا العدد المطلوب توفره يبدو صعبا بالنسبة لهم؟ أنا شخصيا من خلال متابعتي لهذه القضية على مر 12 شهر من العام الماضي، ونحن نعاني مع يعني من مشاكل المواطنين. يأتي المواطن يسجل لدينا في المكاتب ويكون جوازه منتهي أو شبه منتهي. لكي للرأي العام يجب أن تعلموا أنه كثير من الأنظمة الإلكترونية التي تصدر التأشيرات لا تقبل الجواز حتى لو باقي فيه 5 أشهر، هكذا النظام الإلكتروني، وبالتالي المواطن يظن أن جوازه سليم ويتفاجأ أنه ما هو سليم. أنا أوعز هذه القضية إلى فساد وإلى فشل في مؤسسة الهجرة والجوازات، فشل كبير، تفشل في طباعة دفاتر جوازات بينما يعني لا يكلف الكثير والمبالغ متوفرة، والحكومة العام الماضي حسب ما طلعنا وسمعنا من وسائل الإعلام وغيرها ومن تصريحات مسؤولين وفرت المبالغ المطلوبة لطباعة هذه الدفاتر. يا أخي الكريم، أنا أعزو ذلك إلى تكسير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. أين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ أين وزارة المالية؟ أين الأجهزة الرقابية؟ أين الأجهزة الأمنية؟ لماذا لا تراقب ما يحصل في مؤسسة الهجرة والجوازات التي يعني أنا أوعز القصور إليها؟ صحيح أن الوضع العام والوضع الأمني في البلاد والمشكلة العامة مؤرقة وأنها توفر كثير من العوائق لوصول الجوازات، لكن الحقيقة أن هناك عدد من الوسائل كما أشار الأخ مدير جوازات تعز أنه بالإمكان بالتعاون مع التحالف ومع الأجهزة الأمنية تصل الجوازات في موعدها. أنا أقول أن جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يجب أن يقوم بدوره.
الأستاذ حسين الخولاني رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك لنا هذا الحوار. وفي نهاية الحلقة ننوه بأننا تواصلنا مع قيادة مصلحة الهجرة والجوازات ومع مكاتب عدة للهجرة والجوازات، لكن للأسف الشديد لم يتجاوبوا معنا ليشرحوا للمواطن ما هي أسباب تأخر الجوازات وما هي برامجهم أيضا التي يمكن أن يقدموها لحل هذه المشكلة. مع شكرنا الكبير لمدير عام الجوازات بمحافظة تعز الدكتور منصور دحان الذي دائما يقبل بأن يكون معنا عبر الإعلام ويتخاطب مع الجمهور، لكنهم أبلغونا أيضا عبر التواصل أنهم على صدد أن يفتحوا مكاتب جديدة في المحافظات المحررة الأخرى لتخفيف الضغط وتوفير الكميات المطلوبة من الجوازات. نأمل أن يصدقوا في وعودهم هذه. نلقاكم بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام في الحلقات القادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.